أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم صرف دفعة من قروض مشروعات شباب الخريجين، أما في سوهاج فتم رصف شوارع مدينة طهطة بطول 20 كيلو متر بتكلفة وصلت 4 مليون جنيه بالإنترلوك. أما في بني سويف ففي إقبال كبير على اختبارات كابيتانو مصر، وفي البحيرة تم افتتاح معرض الفن التشكيلي احتفالا بالعيد القومي. تفاصيل وأخبار أخرى من محافظات أكتر هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية أعلنت صرف الدفعة 190 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2024، وده بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وده بهدف توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة. في سوهاج شهدت الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شل وتفرعاتها وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والحارات المتفرعة عقب إزالة أحد التعديات على الشارع، وجاءت أعمال الرصف بالانترلوك بأطوال 20 ألف متر مسطح وبتكلفة 4 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية للمركز. شهدت محافظة بني سويف على مدار يومين إقبال متزايد من اللاعبين منذ الصباح الباكر ضمن المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية التي تجول محافظات الجمهورية، وتوافدت المواهب من لاعبي كرة القدم من كافة أرجاء المحافظة بعد تقدمهم لإجراء الاختبارات من خلال الاستمارة الإلكترونية. افتتحت محافظة البحيرة معرض الفن التشكيلي لفناني البحيرة اللي نظمته المحافظة بالتنسيق مع قصر الثقافة وإدارة السياحة بمكتبة مصر العامة بدمنهور. بيأتي المعرض ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة وانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية، وبيهدف إلى إحياء القيم الوطنية والفنية، كما يعد شاهد على إبداع مواطني البحيرة في مجال الفن والثقافة. في السويس أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قطع التيار الكهربائي اليوم الاثنين لمدة 4 ساعات عن 12 منطقة بنطاق حي الأربعين لتنفيذ أعمال صيانة، وهيتم تنفيذ أعمال صيانة لموزع كهرباء الأربعين، الأمر اللي هيتطلب قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً. أكدت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومين بمركز صملوط أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1695 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد. أعلنت محافظة كفر الشيخ تسكين عدد من الباعة الجائلين بشارعي النقراشي وبورسعيد بوسط مدينة كفر الشيخ بالسوق الحضري الجديد للحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة وتحقيق السيولة والحركة المرورية وتسهيل مرور المواطنين. في الأليوبية أكدت مديرية الأبنية التعليمية أنه خلال العام المالي الماضي تم إنفاق ما يزيد عن 75 مليون جنيه على أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 60 مدرسة بالمحافظة، كما أنه خلال خطة العام الجاري هيتم تنفيذ صيانة شاملة لعدد 52 مدرسة بتكلفة تصل ل 132 مليون جنيه للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويسر.